الاخبار الثاني على قناه يمن شباب نبداها بالعناوين. تحذيرات من موجه ارهاب منظم قادم من اليمن ما لم يتم استعاده الدوله وانهاء الانقلاب. هجوم مباغت للجيش الوطني يوقع قتلى وجرحى حوثيين بباق في صعده. السلطات في حجة وشيوخ القبائل يطالبون الشرعية والتحالف بإسناد قبائل حجور في مواجهتهم الميليشيا اهلا بكم، اعتقلت قوات مكافحة الارهاب إمام وخطيب مسجد في العاصمة المؤقتة عدن بينما تواصل قوات مدعومة من الامارات اعتقال العشرات من المدنيين والعسكريين وسط أنباء عن تعرض بعضهم للتصفية داخل سجون سرية، وأكدت مصادر محلية اعتقال ابراهيم العدني إمام وخطيب مسجد الخليل في المنصورة وذلك على خلفية خطبة الجمعة التي هاجم فيها انتشار الميليشيا في عدن خارج نطاق الدولة. وتعرض خطباء وائمه مساجد عدن الى حمله اعتقالات من قبل قوات امنيه وحمله اخرى للاغتيالات لا يزال منفذوها مجهولون هذا وكانت منظمه سام للحقوق والحريات قد اعلنت في تقرير حديث رصدها 103 من عمليات اغتيال بعد 43 يوم على استعادتها من قبضه الحوثيين وحتى نهايه العام المنصرم طالت منها 42 من ائمه المساجد وخطبائها. وأشار التقرير إلى أن ثمانية عشر حادثة اغتيال جرت في يناير من العام 2016 عقب شهر واحد فقط من تعيين كلا من عيدروس الزبيدي محافظا لعدن واللواء شلال شائع مدير للشرطة وهما من العناصر الموالية والمدعومة من الإمارات قالت الحكومة الشرعية إن ميليشيا الحوثي حولت رياض ومدارس الأطفال في العاصمة صنعاء إلى أوكار للاستقطاب ومعامل إنتاج للطلاب مؤدلجين بثقافة الموت وكراهية الآخر، وحذر وزير الإعلام عمر الأرياني من المخاطر المستقبلية المترتبة على عبث ميليشيا الحوثي بالعملية التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. أشار الأرياني إلى تكثيف الميليشيا من أنشطتها التخريبية والتحريضية في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها بينما يتحدث المجتمع الدولي عن ضرورة وقف الحرب والعمل على إحلال السلام في اليمن. ودعا المسؤول الحكومي المجتمع الدولي إلى الإدراك أن ترك هؤلاء الأطفال فريسة سهلة للميليشيا الحوثية سيجعلهم قنبلة موقوتة تهدد أمن المنطقة ومصالح العالم أحذر المسؤول الحكومي من موجة إرهاب منظمة أو موجة إرهاب منظمة وأفكار طائفية ومتطرفة قادمة من اليمن ما لم يتم التحرك الحازم والعاجل لدعم معركة سعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وفي السياق حيث أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الشأن بشأن تدمير بعض مخزون القمح في مناطق البحر الأحمر وذلك بعد أن تعرضت المطاحن لحريق ناجم عن إطلاق قذيفة هاون اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بإطلاقها وقالت الأمم المتحدة في بيان بثها موقعها على الإنترنت قالت إن الحريق دمر صومعتين غير أنها أشارت إلى أنه لم يتم التأكد من الملابسات وأعربت عن اعتقادها بأن يكون الحريق قد نجم عن إطلاق قذيفة هاون ذكرت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن أن خسارة ذلك القمح يأتي في وقت صعب للغاية ويعاني فيه اكثر من عشرين مليون يمني من الجوع اوضح البيان كذلك ان لدى برنامج الاغذيه العالمي في الوقت الراهن واحد وخمسين الف طن متريا من القمح في مطاحن البحر الاحمر بما يكفي لاطعام نحو اربعه ملايين يمني لمده شهر ويمثل 25% من مخزون القمح الموجود لدى البرنامج في اليمن. وافاد بيان صادر عن مكتب الامم المتحده لتنسيق الشؤون الانسانيه، افاد ان البرنامج لم يتمكن من الوصول الى المطاحن منذ سبتمبر الماضي من العام المنصرم بسبب الاقتتال. واعرب ستيفن اندرسون مدير مكتب برنامج الاغذيه العالميه عن القلق بشان تدمير بعض مخزون القمح في مطاحن البحر الاحمر، وقال ان البرنامج يحتاج الى الوصول الى المطاحن. بوجه عاجل لتقييم مستوى الدمار ولبدء نقل ما تبقى من مخزون القمح الى المناطق التي تشتد فيها الاحتياجات. هذا وقال دبلوماسيون في الامم المتحده ان رئيس بعثه المنظمه الدوليه المكلفه بالاشراف على اتفاق السلام في الحديده يعتزم التنحي الشهر القادم وسيحل محله مسؤول دنماركي. ذكرت وكاله الرايتز رويترز أن الأمم المتحدة تعتزم تعيين الجنرال الدنماركي مايكل أنكر رئيسا لبعثة المراقبة في الحديدة بدلا من باتريك كمارت الشهر المقبل ووفق الوكالة فإن لويز جاردو الذي قاد مهمة للأمم المتحدة أو مايكل أنكر لحفظ السلام في مالي خلال عامي 2015 و2016 سيرفع تقاريره الى مبعوث الامم المتحده الخاص باليمن مارتن جريفيث مثلما يفعل كمارت على زياده مهمه المراقبه الى 75 فردا وهي خطوه خطوه تعتبر انجازها او تعتبر قد اجازها مجلس الامن الدولي هذا الشهر. وكان الجنرال الهولندي المتقاعد كامارت قد وصل إلى الحديدة في أواخر الشهر الماضي لقيادة فريق لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار للقوات جرى الاتفاق عليهما بين ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنيه لا شيء يبدو واضحا على المسار السياسي للأزمة اليمنية سوى الفشل الذريع لاتفاق سوكهولم الذي تراجعت الميليشيا الحوثية عن تنفيذه فيما تستمر بريطانيا بتغطية على هذا الفشل ومواصلة ضغطها لعرقلة السكمة لتحرير الحديدة عسكريا العراقيل الحوثية تتراكم أمام اتفاق السويد فبعد أكثر من شهر على الهدنة المزعومة في الحديدة وفقا لاتفاق السويد الذي ينص ايضا على اعاده الانتشار خلال اقل من شهر وكان يفترض انجازها في الفتره الماضيه اكد مندوب اليمن في الامم المتحده عبد الله السعدي الانباء التي تتحدث عن استقاله الجنرال باتريك من رئاسه فريق المراقبين في الحديده ليس الانهيار متوقفا عند حد فشل اعاده الانتشار فوفقا للجارديان البريطانيه فإن مخاوف مسؤولين في الأمم المتحدة من انهيار شامل لوقف إطلاق النار خلال الأسابيع المقبلة ما لم يحدث تنفيذاً جوهرياً لاتفاق وقف إطلاق النار. الصحيفة قالت أن بريطانيا تحركت بهدف إنقاذ الاتفاق من الانهيار بتقديم 2.5 مليون جنيه استرليني كمنحة أولية للمساعدة في إنقاذ وقف إطلاق النار في اليمن. الصحيفة قالت بأن التمويل الإضافي البريطاني الذي تبلغ كلفته 2.5 مليون جنيه استرليني سيذهب إلى مكتب منسق الأمم المتحدة المدني من أجل توفير جميع الوظائف المدنية المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار العسكري حيث ستشمل مهامها إدارة الموانئ الرئيسية وعمليات إزالة الألغام في مدينة الحديدة والميناء وإنشاء شرطة حماية مدنية جديدة. وتؤكد الصحيفة بان بريطانيا باتت تستثمر بشكل متزايد في الجهود الامميه مع مشاركه وزير الخارجيه في الحكومه البريطانيه جيرمي هانت شخصيا في محادثات السلام في ستوكهولم في ديسمبر الماضي وحشده لصالح قرار مجلس الامن الدولي الجديد في نيويورك اضافه لعقد الوزير هانت لقاءات بصعوبه مع قاده في الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه حثهم فيها على منح فرصة لمسار الامم المتحده. طالبت الحكومه الشرعيه باعلان خطه مزمنه لاعاده الانتشار في الحديده والالتزام بوقف اطلاق النار من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابيه وان تتوقف عن حفر الخنادق وتعزيز التحصينات العسكريه واستمرار عرقلتها لوصول المساعدات الانسانيه. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجيه في الحكومه خالد اليماني في نيويورك وكيل الامين العام للشؤون السياسيه روزماري دي كارلو وكرس اللقاء لمناقشة مستجدات تنفيذ اتفاقات السكول بشأنه الحديدة وتعز واتفاق الأسرة والمعتقلين وعزل الوزير اليماني أسباب تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى تعنت الميليشيا الحوثية الرافضة لتنفيذ أي منها مع دخول الاتفاقية الشهر الثاني من حيز التنفيذ وتم التاكيد خلال اللقاء على اهميه الاسراع بانجاز خطوات, تن أو خطوات تنفيذيه مزمنه وملموسه لتنفيذ اتفاق ستوكهولم لما من شانه المحافظه على المسار السياسي الذي تم استئنافه خلال مشاوره السويد قال محافظ الحديد الحسن الطاهر قال إن ميليشيا الحوثية الانقلابية استفادت كثيرا من الهدنة المعلنة وذلك في إعادة تموضعها على الأرض وإدخال أسلحة والزج بمقاتلين جدد من بينهم قرابة نحو ألف طفل وقال المحافظ الطاهر إن الميليشيا أدخلت الأطفال المجندين من المنفذ الشمالي لمدينة الحديدة خلال الأيام القليلة الماضية مرجحا جلبهم من حجة وعدد من المناطق القريبة منها مضيفا أن الميليشيا أدخلت كميات من الأسلحة المتوسطة للمدينة في الفترة نفسها وبشكل متفرغ أوضح الطاهر أن الأجهزة الأمنية للحكومة قد رصدت ومنذ وصول الجنرال باتريك كومارت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة ارتفاع معدل الخروقات في كل الاتجاهات منها الزج بمقاتلين للمدينة ومن أبرز ذلك الدفع بألف مقاتل من الأطفال وإعادة انتشار الميليشيا لمقاتليها في مواقع مختلفة في الحديدة أشار محافظ الحديدة للشرق الأوسط إلى أن الميليشيا عمدت خلال فترة الهدنة إلى حفر قرابة أربعمائة خندق، وتم وضعها وفق خطة عسكرية لصد أي تقدم للجيش الوطني في حال فشلت كل مساعى السلام، إضافة إلى إدخال الأسلحة وتفخيخ عدد كبير من مؤسسات الدولة الرئيسية في خطوة تهدف إلى نصف المدينة. وقال المحافظ بأن الحكومة الشرعية وضعت كل السيناريوهات الممكن حدوثها. والتي يتوقع أن تقوم بها الميليشيا داخل المدينة مؤكدا جاهزية التعامل مع الحالات كافة ومنها تفخيخ المواقع الحكومية إذ تمتلك عددا كبير من المختصين القادرين على إبطال أي هجوم شنت وحدات من الجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في باقم غربية صعدة وقال قائد محور علب العميد ياسر مجلي قال ان هجوم الجيش طال مواقع تمركز الميليشيا في الجبال المطلة على قرية آل الزماح بالقرب من مثلث باقم اضافة الى القرى المحيطة بآل الحماقي أضاف العميد مجلي أن الهجوم كان مباغتا وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا في حين استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وبالتزامن استهدف طيران التحالف العربي بعدد من الغارات الجوية تعزيزات للميليشيا في المنطقة ذاتها كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها. طالب اجتماع مشترك بين لجنه حكوميه وشيوخ قبائل في حجه قياده الشرعيه ودول التحالف العربي بقياده السعوديه تقديم الدعم والمسانده للاهالي في مناطق حجور بالمحافظه لمواجهه ميليشيا الحوثيه التي تشن حمله عسكريه في محاوله منها للسيطره عليها وتدارس اجتماع مشترك بين اللجنه المكلفه من محافظ حجه اللواء الركن عبد الكريم السنيني وشيوخ القبائل في المحافظه تطورات الاوضاع في مديريه كشر عقب استهداف ميليشيا الحوثي لمنازل السكان واسفر ذلك الاستهداف عن استشهاد مدني واصابه ثلاثه اخرين أكد المجتمعون وقوفهم إلى جانب الأهالي في مديرية كشر في مواجهة الميليشيات الحوثية المعتدية دعين من غررت بهم الميليشيا للقتال إلى جانبها للعودة إلى جادة الصواب والحفاظ على رصيد أبناء حجور النضالي في الوقوف ضد المشروع الإمامي على مدى التاريخ ودعا بيان صادر عن الاجتماع شيوخ حجور المتواجدين في الداخل الى بذل مزيد من الجهود للوقوف الى جانب قبائل العبيسه وردع المعتدين عليهم وسرعه فك الحصار عنهم. الى صنعاء حيث اقتحم مسلحون حوثيون منزل ناشطه حقوقيه في مديرية معين ونهبوا بعضا من محتوياته وفق مصادر محلية وقالت المصادر إن مسلحين حوثيين يستقلون عربتين عسكريتين قدموا إلى منزل المحامية والناشطة الحقوقية أروى أحمد علي وباشروا بإطلاق النار على بوابته الرئيسية قبل أن يقتحموه ويتمركزوا بداخله وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيا قاموا بتفتيش المنزل عقب اقتحامه ونهبوا الثمين من محتوياته قبل أن يتدخل أهالي الحي ويقنعوهم بالخروج من المنزل ووقف العبث بما تبقى من محتوياته وقالت الناشطه والمحاميه اروى قالت ان حادثه اقتحام منزلها جاءت بعد اسبوعين من تلقيها تهديدات مباشره وغير مباشره من قبل قيادات حوثيه من بينهم المدعو ابو يحيى المؤيد والقياديه ام محمد الخزان مسؤوله القطاع النسوي للحوثيين في منطقه معين على خلفيه انشطتها الحقوقيه المناهضه لانتهاكات الحوثيين ضد المدنيين في العاصمه صنعاء اوضحت المحاميه اروى ان القيادي المؤيد كان قد هددها في اتصال هاتفي سابق بالاختطاف والتعذيب واختطاف زوجها وتصفيته وايذاء كل افراد اسرتها وفي السياق اعربت منظمات نسويه مناصره او مناصرتها لقضايا المراه في اليمن عن قلقها من تصاعد أعمال العنف وتزايد حالات الاختطاف والإخفاءات القسرية ضد النساء في صنعاء بعد اعتداء ميليشيا الحوثي على عدد من النشطاء أو الناشطات الحقوقيات والاعتداء المتكرر على الوقفات الاحتجاجية النسوية واعتقال العشرات من النساء واحتجازهن أو احتجازهن في سجون سرية عزلة الحميضة الواقع بين مأرب والجوف اجتاحها الحوثيون في الأشهر الأولى للانقلاب على الدولة بعد صد بطولي ودفاع مستميت من الأهالي وفجرت الميليشيا منازل القرية بالدبابات والألغام وشردت النساء والأطفال وعاد الأهالي إلى قريتهم بعد أن تمكنوا من تحريرها من قوات الجيش الوطني قبل ثلاثة سنوات لكنهم وجدوا أكثر من ثمانين منزلا تم تسويتها بالأرض على يد الميليشيات منذ أن بدأت المقاومة تتشكل في الجوف كان الرائد علي سبتان حميضة من أبرز المشاركين فيها فبترت قدماه بلغم فردي زرعه الحوثيون فدافع عن قبيلته وعزلته وهو مبتور القدمين وبعد الانقلاب على الدولة اجتاح الحوثيون عزلة آل حميضة الواقعة بين مأرب والجوف بالأسلحة الثقيلة وفجروا عشرين منزلًا بالألغام والديناميت، وأكثر من ستين بيتًا تم تدميرها بالدبابات، ونهبوا كل ممتلكات المواطنين. إذ يقف اليوم أطفال القرية على أطلال منازلهم، والبعض منهم قد فقد أباه أو أحد أقربائه. ولا زلنا في الجبهات وفي الحروب، إلى التاريخ ولا منزل. واحنا صمدنا صمود الجبال في هذا العزله، دخل الحوثي وابادها واللي فجرها بالديناميت 20 بيت بالديناميت و بيت اللي خربها بالدبابات وبالرشاشات ومنهبوا ممتلكات حراثات، سيارات، بنادق من كل انواع الممتلكات هذا بيت الشهيد البطل ناصر محمد عياش حميضه الذي استشهد في الحجر قبل دخول الحوثي الى القريه، وبعد ما دخلوا القريه فجره ودمره كما ترون مساوى به الارض وعيالها الان يسكنون في المطبخ الذي كان لهم من قديم عزله لا صحه فيها ولا تعليم ولا مشاريع مياه اولئك الاطفال يقطعون مسافات بعيده لتلقي التعليم وهؤلاء النسوه يسقين من هذا البئر البعيد عن منازلهن فلا مشاريع حكوميه في هذه المنطقه معاناة إنسانية تقضم الأهالي ويخيم الجوع والعطش على كل منزل في هذه القرية فلا مساعدات إنسانية مخصصة لهذه العزلة ولا أسماء الأهالي رفعت في كشوفات الإغاثة نحن محرومين من كل الغاثات من كل الحاجات وسلطان العرادة ما في شك ورجال جيت فلكن ما حد يجي ما حد يجي واحنا انت... ما نتخيل الا فيه ما نتخيل الا فيه ذا دا... لا في سعطان ولا في فلتان واحنا هلكنا من الشرب الماء ولا غاثه لا شيء جانا لا غاثه لا اي حاجه واحنا من معنا ما معنا الا المحافظ والجهات المختصه وما تزال قبائل ال حميضه تقاوم الحوثيين بشراسه في جبهات الجوف ونهم وصروا حتى اليوم فمن يعيد إعمار القرية ويسد جوع الأهالي عمر المقرمي يمن شباب مأرب بدأت أعمال صيانة وترميم خط منفذ الوديعة العبر مفرق بن عيفان بطول يزيد عن 200 كيلومتر بتمويل من السلطة المحلية في الوادي والصحراء وقال مدير عام مديرية العبر سالم الصعيري قال ان فريقين للصيانه يعملان في الطريق، الاول في خط الوديعه الى مفرق العبر والفريق الثاني في خط العبر الى مفرق بن عيفان. وفي حفل التدشين اشار الصعيري الى ان اعمال الصيانه والترميم الجاريه ستشمل ايضا ازاله الاتربه الرمليه المنتشره في خط العبر الوديعه وخط مفرق العبر بن عيفان. اوضح كذلك انه سيتم في القريب العاجل تنفيذ مشروع لصيانه وتوسعه خطوط الطرق الاسفلتيه بالعبر الممتده من الوديعه الى العبر. ومن مفرق العبر إلى منطقة غويربان باتجاه مأرب وكذا من العبر إلى الخشعة باتجاه بن عيفان في حضرموت وفي شبوه حيث ناقش محافظ محافظة شبوه محمد صالح بن عديوي مع عديوي مع مدير عام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة المهندس عصام الهيسلان او الهيسلان خلال زيارته لفرع المؤسسه ناقش الترتيبات والتجهيزات التي تقوم بها ويقوم بها الفرع للبدء في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق في مدينه عتق عاصمه المحافظه والتي كلف بتنفيذها الفرع من قبل لجنه المناقصات والمزايدات بالمحافظه وبتمويل من مبلغ المليار ريال التي وجه بها للمحافظه الرئيس هذه وتتضمن هذه المشروعات تاهيل المدخلين الشرقي والغربي للمدينه بطول ثلاثه كيلو متر ومئة متر وشق وزفله الطريق جديد يمتد من الحي القديم بالمدينه حتى المدخل, المدخل الغربي لها بجوار بوابه محور عتق بطول كيلو وعشرين متر وعرض اربعين متر وكذلك تاهيل جسر عتق الارضي بطول 110 أمتار وعرض 9 أمتار و20 سم وخلال الزيارة حث المحافظ بن عدي وقيادة فرع المؤسسة إلى سرعة استكمال كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بعملية البدء في تنفيذ هذه المشروعات وبما يمكن من سرعة إنجازها خلال فترة وجيزة منوها إلى أهمية وحيوية هذه المشروعات في حياة المواطن وفي التخفيف من حركة الازدحام داخل المدينه. أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أنها ستقدم مساعدات إضافية عاجلة لليمن بقيمة 12 مليون دولار وذلك لمواجهة أزمة المجاعة التي تعاني منها البلاد. ذكرت الوزارة في بيان لها أن المساعدات الإضافية العاجلة تضم توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية في مناطق اليمن من خلال برنامج الأغذية العالمي. أضافت أن المساعدات ستساهم في تأمين الغذاء لحوالي 850 ألف شخص وستساعد في تحسين الحالة الغذائية لحوالي ربع مليون امرأة حامل ومرضع قال مدير مستشفى المسراخ في صبر المسراخ بتعز الدكتور عبد الغني احمد قال ان المستشفى بحاجه الى اجهزه ومعدات طبيه كونه الوحيد في المنطقه ويقدم خدماته لاربع مديريات هي صبر الموادم والمسراخ والمعافر والمواسط وطالب الدكتور سعيد وزاره الصحه العامه دعم المستشفى بالاجهزه اللازمه مشيرا الى تلقي المستشفى دعما محدودا من منظمه الصحه العالميه ومنظمات اخرى المستشفى تم نهبه بجميع محتوياته من قبل الحواساتنا دخولهم المديرية اخذوا الاجهزه معدات العمليات نهبوا كل محتويات المستشفى، نحن طبعا الان بدات تشتغل المستشفى بجهود ذاتيه نحن بحاجه الى اجهزه جهاز موجات صوتيه تجهز مختبر تجهيز المختبر، تجهيز غرفه العمليات، تجهيز الطوارئ التوليديه، تجهيز الطوارئ العامه نحن آه، بحاجة إلى تأثير المستشفى بصورة متكاملة حتى يعود نشاطه من جديد وفي المهر حيث دعا سالم العبودي وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية دعا إلى تشكيل مجلس استشاري من الأطباء الأخصائيين للاهتمام بالجوانب الفنية بمستشفى الغيظة كما أبدى العبودي خلال لقائه مدير المستشفى محسن محمد بالحاف. استعداد السلطه المحليه لتقديم كافه تسهيلات وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل في المشفى وشاد الوكيل الفني بالجهود التي تبذلها اداره المستشفى في الارتقاء باوضاعه في ظل الدعم والاهتمام الذي يقدمه المحافظ وابا والتحالف العربي بقياده السعوديه واطلع مدير المستشفى الوكيل العبودي على الجهود الجاريه لتحسين اداء الخدمات الطبيه والعلاجيه والصعوبات وخاصه موضوع المتقاعدين ونقص الاجهزه والادويه واستكمال قسم غسيل الكلى الممول من البرنامج السعودي للتنميه والاعمار وانجاز غرفه العمليات الكبرى وتوفير احتياجاتها. من جانبه اشار مدير عام مكتب الصحه العامه والسكان بالمحافظه عوض بن مبارك الى ان مكتب الصحه يستعد لتنفيذ حمله ضد الحصبه. او ضد الحصبه لمواجهه انتشار المرضى في الغيظه نبقى في المهر حيث حث وكيل محافظه المهرة للشؤون الفنيه سالم العبودي اللجنه المكلفه من وزاره الاشغال العامه والطرق بحصر الاضرار الناجمه عن الحاله المداريه لبان على سرعه تسليم الدراسات والمخططات والتقارير الفنيه بصوره عاشله وتغطيه حصر الاضرار في المديريات المستهدفه حسب الاليه التي طرحها الفريق الوزري واطلع مسؤول اللجنه محسن كرامه باقطيان الوكيل العبودي على اعمال اللجنه ومستوى الانجاز الذي قطعه الفريق وزعت السلطات في المهرة خزانات مخصصه لمياه الشرب على عدد من المراكز الصحيه في المحافظة قدمتها منظمة العون الانسانية التنموية بتمويل من منظمة اليونيسف. وقال وكيل محافظة المهر للشؤون الفنية سالم محمد العبودي ان مشروع الخزانات يهدف الى توفير المياه الصحية الصالحة لشرف المنشآت والمراكز الصحية المستهدفة. وجاء توزيع الخزانات عقب سلسلة من الدورات التدريبية في النظافة الشخصية والعامة والإصحاح البيئي لرفع مستوى الوعي والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الامراض والاوبئة. ذكر مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة عوض بن مبارك أن المشروع يشمل توزيع 44 خزان ويستهدف 11 مركزا صحيا بتمويل من اليونيسف. اختتمت جمعية الإتقان التنموية برنامجا تدريبيا تحت وسم بيع أصنع الإبداع أو وسما بي عفوا بيدي أصنع الإبداع. واشاد وكيل اول محافظه المهره مختار بن عويض الجعفري بحضور مؤسسات المجتمع المدني وفعاليتها ونشاطها ودورها الايجابي باعتبارها شريك فاعل في التنميه الى جانب السلطه المحليه في برنامجها التدريبي تحت وسم بيدي اصنع ابداعي وقال الجعفري إن السلطات ستقدم كل التسهيلات للمنظمات وستكون عونا ودعما لها وللبرنامج التدريبي وللدورات التي تقيمها نهاية النشرة تذكير بالعناوين تحذيرات من موجة إرهاب منظم قادم من اليمن ما لم يتم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هجوم مباغت للجيش الوطني يوقع قتلى وجرحى حوثيين بباق في صعدة السلطات في حجة وشيوخ القبائل يطالبون الشرعية والتحالف بإسناد قبائل حجور في مواجهتهم الميليشيا تغطية الأخبارية ما زالت مستمرة التفاصيل أو, أو فتجدونها في المنتصف في أمان